عايشة في كندا وقعته في حبها من النظرة الأولى وملهاش في الكورة وما كانتش تعرفه، وفتح المشروع بتاعها في الشيخ زايد وجوزها هو اللي بيعمل لها الدعاية بتاعته ومصاحبة مشاهير الفن الزمالكاوية. حكاية سارة زوجة لاعب نادي الزمالك شيكابالا ازاي فتحت نفسه على الجواز بعد ما كان رافض الفكرة، وليه ما قالش لأهله جنسيتها الحقيقية، وإيه حكاية مشروعها الخاص. مفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. بتتكسف وما بتحبش تظهر على السوشيال ميديا خالص وملهاش في الكورة، لحد ما وقعت في حب شيكابالا وبقت حريفة كورة ومن جمهور الزمالك، ومفيش ماتش إلا لما بتكون موجودة جنب جوزها. كلامنا هنا عن سارة مرات شيكابالا، واللي ما بتحبش الأضواء خالص وما بتظهرش غير مع جوزها وأولادها، وتحسها فولة واتقسمت نصين من شيكا، ما بقتش تشجع نادي غير الزمالك، وبقى عشقها الأول والأخير، وبدأت قصة الحب بينها وبين جوزها من أول نظرة، وتعرفوا على بعض واتجوزوا في سنة. سارة معاها الجنسية المصرية كندية وهي عايشة هناك، اتربت وتعلمت وكل حاجة هناك، وكانت بتيجي مصر كل سنة مرة بتنزل تزور أصحابها وأهلها، لحد ما النصيب لعب دوره ووقعها في طريق الأباتشي، واللي كان شايل فكرة الجواز من دماغه تماما، لحد ما جت هي في طريقه وحبها من أول مرة شافها فيها، وتعرفوا على بعض واتخطبوا في أسبوع في 2017، واتجوزوا بعدها بسنة في 2018. الأباتشي صمم ما يقولش لأهله جنسية مراته لحد ما يوافقوا عليها، وبعدها راحوا اتقدم لأهلها في كندا وعملوا الخطوبة في فندق على النيل في أسوان، وكانت أجواء ساحرة ومفيش زيها من حلاوة النيل، وده غير إنه صمم يكون الفرح عبارة عن عادات وتقاليد من أهل أسوان. عرفها عن طريق مرات واحد صاحبه ووقع في غرامها واتجوزها، بس هي ملهاش في الكورة خالص وما كانتش تعرفه، لدرجة لما الناس كانت بتتصور معاه فأول مرة شافته سألته السبب، وهنا عرفت إنه لاعب كبير وليه اسمه ومكانته وجمهوره في مصر والوطن العربي. سارة مصاحبة نص المشاهير الزمالكاوية وكلهم بيحبوها من كتر طيبتها وجدعنتها، ودايما بتظهر تتصور مع هنا الزاهد وهنا دمهنا وساره نخله، وده غير مرات زيزو ومرات عواد. ساره شخصيه هاديه ما بتحبش تظهر كتير على السوشيال ميديا وبتحب تكون بعيده تماما عن الاضواء، يعني حتى الفتره اللي تعرض فيها الانتقادات ما بتردش خالص على اي حد وبتفضل انها تسكت وتكون بعيده. هي حكيمه جدا في قراراتها وكلامها ومش بتتكلم كتير، وحتى لما ناس كتير اتكلمت على ابنها ادم هي ما اتكلمتش خالص ولا كانت بترد على اي انتقادات بتتوجه ليهم. هي زعلت وقررت ما تنزلش صور تاني خالص وبعدته تماما عن السوشيال ميديا. سارة من كتر حبها في كندا خلت اولادها الاثنين من شيكا معاهم الجنسيه الكنديه والمصريه، وهي عايشه بين هنا وهناك، ومن كتر ما هي طموحه فتحت مشروع ليها هنا في مصر. المشروع بتاعها هي وبس، وعباره عن مطعم مخبوزات ومعجنات زي الكرواسون والبيتزا، وفتحته في الشيخ زايد وبالتحديد عند وصل الدهشور، وشيكا أكبر داعم ليها وبيعمل إعلانات للمكان علشان يروج ليه، وتحسها بتنقل خبرة مخبوزات أوروبا هنا في مصر. هنا دمهنا بتحب تاكل عندها وبتنزل صور الاكل والمخبوزات من مطعم ساره، رغم ان المطعم ناس كتير عارفاه وبتحبه الا انها علشان شخصيه هاديه وكيوت فضلت انها ما تعملش افتتاح للمطعم كبير ولا حاجه، واكتفت انها ما تظهرش في الدعايه بتاعت مطعمها، واكتفت بالترويج ليه من صفحات المطعم نفسها. ساره قافله البيجات بتاعتها ومخصصاها للاهل والاصدقاء وبس، ومش عامله البيج بتاعتها بابليك، وده علشان هي شخصيه كتومه وما بتحبش الشهره ولا الاضواء. يا ترى كنت تعرف مرات شيكابالا؟ وايه رايك في شخصيتها؟ وهل تحسها بقت شبه الخالق الناطق ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.